بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم اليوم درسا في الإملاء بعنوان الألف اللينة في الأسماء مقصورة وممدودة، خاص بالقسم السادس. لاحظوا الجدول التالي، يضم أسماء ثلاثية وأفعال ثلاثية. نركز الآن مع الأسماء الثلاثية. في المفرد لدينا فتى وعصا، حولناهما إلى المثنى فحصلنا على فتيان وعصوان. نلاحظ فتى تنتهي بألف مقصورة، تحولت في المثنى إلى فتيان، وعصا تحولت في المثنى إلى عصوان. انقلبت أو تحولت الألف إلى واو. الآن نلاحظ الأفعال الثلاثية، فعلنا ما، ألقى، مضى. قمنا بتحويل هذه الأفعال إلى مثنى فحصلنا على نموى، نمى، نموى، ألقى، ألقيا، مضى، مضيا. فنمى تحولت الألف إلى واو في المثنى، وألقى تحولت الألف إلى ياء، ألقى يا، ثم مضى تحولت إلى ياء، مضايا. استنتاج: تكتب الألف اللينة في آخر الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي ممدودة أي طويلة إذا كانت تتحول واو في المثنى، وتكتب مقصورة ألف مقصورة كما أمامكم إذا كانت تتحول ياء في المثنى. الآن نلاحظ الاسم غير الثلاثي، لدينا مجموعتين. المجموعة الأولى دنيا، عليا، سقيا، كل هذه الكلمات انتهت بألف طويلة. لماذا؟ لأن ما قبلها ياء، دنيا، عليا، وسقيا. في المجموعة الأخيرة لدينا الأسماء التالية، أسماء، منتهى، فحوى، كل هذه الأسماء تنتهي بألف مقصورة لأن لا توجد أمامها ياء. استنتاج: تكتب الألف اللينة في الاسم غير الثلاثي ممدودة أي طويلة إذا جاء قبلها ياء، وتكتب مقصورة أي ألف مقصورة كما أمامكم إذا جاء قبلها حرف غير الياء. القاعدة: تكتب الألف اللينة في الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي ممدودة أي طويلة إذا كانت تتحول إلى واو في المثنى، وتكتب مقصورة إذا كانت تتحول إلى ياء في المثنى، وتكتب في الاسم غير الثلاثي ممدودة إذا جاءت قبلها ياء، وتكتب مقصورة إذا جاء قبلها حرف آخر. تمرين تطبيقي: اكتب الألف بطريقة صحيحة فيما يلي: كان يحيى متعبا فاستلقى فوق رابية تطل على مرعى أغنامه، فأبصر كلبه يلهث عطشا فسقاه لما تذكر الحديث الذي يفيد أن رجلا دخل الجنة ونجا من النار لأنه سقى كلبا عطشان. هنا قم بتوقيف الفيديو وانجز التمرين، وبعده تأكد من إجابتك من خلال التصحيح الذي يأتي لاحقا. تصحيح التمرين: كان يحيى متعبا فاستلقى فوق رابية تطل على مرعى أغنامه، فأبصر كلبه يلهث عطشا فسقاه لما تذكر الحديث الذي يفيد أن رجلا دخل الجنة ونجا من النار لأنه سقى كلبا عطشا. إذن لاحظوا جيدا، يحيى ألف هنا كتبت مقصورة، استلقى ألف مقصورة، مرعى ألف مقصورة، ونجا كتبت ألفا طويلة لأنها تتحول في المثنى إلى نجوى، وساقا تتحول إلى سقايا. شكرا على تتبعكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.